غريب غريب الحافظ المنزلي تعليق الشيخ محمد ناصر الدين محمد ناصر الدين الألباني يرحمه الله. تغيب المرأة من أن تسافر وحدها بغير محرم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. وفي رواية للبخاري ومسلم: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 إلا ومعها ذو محرم منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم من عليها. وفي رواية: مسيرة يوم، وفي أخرى: مسيرة ليلة أو معها إلا ومعها رجل ذو محرم منها. أحسنت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأكملان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا باب عظيم أيها الكرام الفضلاء تعم به البلوى ويكثر فيه الكلام من هنا وهناك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها، لعموم قوله: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولأنه من المحتمل تعرضها للمحذور في أثناء سير الطائرة بأي وسيلة من الوسائل ما دامت ليس لديها من يحميها. وبالجملة يقول الشيخ رحمه الله في ذلك: يكون هناك مما تتوقف فيه هذه الطائرات في المطارات اللي يسمى الترانزيت، يعني يوما أو أكثر ومدة طويلة، وهذا ما يعرض فيه المرأة للمحذور. وبالجملة فإن أسرار أحكام الشريعة الإسلامية كثيرة وعظيمة وقد يخفى بعضها علينا، فالواجب التمسك بالأدلة الشرعية والحذر من مخالفتها. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا أيها الكرام الفضلاء، أن المرأة ما يسمى الآن حكم سفر المرأة مع الأمن، يقول لك أمن الطريق، وقال به الشافعية: إذا أمن الطريق. قال الشيخ بن باز رحمه الله: لا بد من محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه. وأما حديث: لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، فهذا ليس فيه إذن وإنما فيه خبر عن وجود الأمن. واضح يا أخوان؟ افهموا هذا، الله يرضى عليك. وعندما تقول لك: يا أخي النبي مش قال تخرج الضعينة من صنعاء إلى حضرموت، وتخرج الضعينة من صنعاء تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها؟ هذا قال خرج مخرج الخبر وليس مخرج الإذن. خرج مخرج الخبر إن حيكون في زمان يأتي يؤمن فيه الطريق، وهذا الذي حدث والحمد لله. فهذا فيه خبر، وفرق بين الخبر والإذن. والإخبار عن الواقع غير بيان الأحكام الشرعية، الإخبار عن الواقع شيء والأحكام شيء آخر. فهذا الذي يحتج بهذه الأدلة يلبس على الناس، هذا كلام الشيخ بن باز. وهذا من الذين يتبعون المتشابه، والرسول قال: إذا رأيتم من يتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا لا يجوز، يجب الأخذ بالأحاديث الصحيحة الصريحة: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ثم قال رحمه الله: ولما بلغه أن زوجة رجل خرجت حاجة وكان في غزو قال: انطلق فحج مع امرأتك.
طيب ثم قال ولكن بعض العلماء أجاز سفر المرأة مع النساء الأمينات الثقات ولكنه اجتهاد والصواب خلاف ذلك وأنها لا تسافر إلا مع ذي محرم ولو كان معها نساء. الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصح الناس، فلو كان هذا جائزا أعني المرأة تسافر مع الرفقة المأمونة لقال إلا مع ذي محرم أو مع النساء الأمينات، لكنه ما قال ذلك، والكلام للشيخ بن باز ما زال مستمرا، فدل أنه إنما يكون السفر مع ذي محرم. طيب لما قال ثلاثة أيام أو قال يوما وليلة، المقصود بها أيها الكرام الفضلاء هو الميقات الزماني والميقات المكاني. طيب الآن يقول لك ما في ثلاثة أيام يا أخي، كلها ست ساعات وهي طالعة أو ساعة ونص بالطيارة. نقول إنما الأصل على ما كان من التوقيت الذي أقته النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه المسافة اللي أنت بتقول الآن ست ساعات بالطيارة تعدل كم يوما، فالحكم يرجع إلى ما أقته النبي بسير الإبل المجدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طيب نأتي بعد ذلك إلى من يقول، هذا السائل يقول زوجة صديق تحتاج للسفر من تونس إلى فرنسا حيث كانت تعيش مع عائلتها قبل الزواج، وتسنى لها حضور موعد الحصول على الجنسية الفرنسية حتى تستطيع فيما بعد زيارة عائلتها بدون مشاكل، علما بأن زوجها سيوصلها إلى المطار قبل السفر بالطائرة وأن أباها سيستقبلها في المطار عند الوصول، هل يجوز لها ذلك؟ قال، وهذه من فتاوى الشيخ بن جبرين رحمه الله وأيضا من فتاوى المشايخ، يقول رحمه الله رحمة واسعة، يقول لما سئل عن مثل هذا حكم سفر المرأة وحدها في الطائرة لعذر بحيث يوصلها المحرم إلى المطار ويستقبلها محرما في المطار الآخر، قال لا بأس بذلك عند المشقة على المحرم كالزوج أو الأب إذا اضطرت المرأة إلى السفر ولم يتيسر للمحرم صحبتها، فلا مانع من ذلك بشرط أن يوصلها المحرم الأول إلى المطار فلا يفارق حتى تركب الطائرة ويتصل بالبلد التي توجهت إليها ويتأكد من محارمها هناك أنهم سوف يستقبلون في المطار ويخبرهم بالوقت الذي تقدم فيه ورقم الرحلة، لأن الضرورات لها أحكامها، هذا لما أقول للضرورة، وإلا الأصل أنه يوصلها محرمها. والأصل أيها الكرام الفضلاء الأصل في السفر المحرم كما دلت الأدلة، سواء كان السفر لقربة كحج أو زيارة الوالدين أو غير ذلك. ليه؟ لما مر معنا لا تسافر المرأة، هنا لا ناهية، إلا هنا يا أحبابي ناهية، ولذلك جزمت الفعل المضارع، والأصل في النهي التحريم حتى يدل الصارف على الإباحة، ولم يأتي صارف أن المرأة سافرت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في غير محرمها، وأدل على ذلك في مسألة المرأة التي خرجت حاجة، النبي قال لزوجها اترك الجهاد وروح واذهب حج مع امرأتك، ثم قال النبي وعلق الأمر بالإيمان بإيمان المرأة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، وهذه أدلة عامة في جميع أنواع السفر ولا شك أن السفر قطعة من العذاب يتعب فيه الرجل، فما بال المرأة الضعيفة أصلا يحتاج فيه الرجل لمن يكون معهم يؤازره ويعينه، فما ظنك أيها المبارك بحال المرأة التي الأصل فيها الضعف؟ يقول النووي رحمه الله فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، قال النووي رحمه الله فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، وقد حكى غير واحد من العلماء اتفاق الفقهاء على منع سفر المرأة بلا محرم إلا في مسائل مستثنى. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال البغوي رحمه الله، هذا ابن حجر ينقل عن البغوي وفتح الباري، لم يختلف في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض الحج الواجب إلا مع زوج أو محرم،
إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت. وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة، كما في قصة صفوان بن المعطل مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما سفر المرأة إلى الحج الواجب بلا محرم اختلف العلماء في جوازه، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز. ليه؟ لأن الله يقول: لمن استطاع إليه سبيلا، والسبيل الزاد والراحلة، والمرأة التي ليس لها محرم قد وضع الله الحج عنها حتى يتيسر لها المحرم. فديننا دين اليسر وليس دين العسر، ديننا دين اليسر وليس دين العسر، وليس دين العسر. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على ذكره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.